القطاع التعليمي في سوريا ليس كغيره من القطاعات. ملايين الطلاب السوريين بلغت أعدادهم حسب آخر إحصائية لليونسكو ومنظمات دولية أخرى أكثر من 4 ملايين طالب، أكثر من نصفهم لم يتلقوا التعليم منذ 3 سنوات أو حصلوا على تعليم منقوص. الوضع المتردي للتعليم في سوريا أو في دول اللجوء عجل من ظهور أصوات عديدة طالبت بإنقاذ الأطفال السوريين وانتشالهم من غياهب الجهل باعتبارهم مستقبل سوريا القادم. الهيئة السورية للتربية والتعليم، والتي اختصر المؤسسون اسمها لتصبح هيئة علم، هي واحدة من منظمات المجتمع المدني، تكونت من تجمع 30 جمعية ومنظمة استشعرت أهمية حصول الأطفال السوريين على تعليمهم في مدارس مهيئة لهذا الغرض سواء في داخل سوريا أو خارجها، فتبنت تنقيح المناهج السورية القديمة لتتماشى مع الثورة وتواكبها، بالإضافة لتوزيعها على الطلاب، كما تقوم بإنجاز امتحانات معترف بها لامتحان الثانوية العامة تؤهل الطالب السوري للدراسة في أي جامعة. هي منظمة مجتمع مدني مختصة بالملف التعليمي، ليس لها علاقة بالملف السياسي نهائيا، وإنما تدعم الطلاب السوريين بالملفات التعليمية فقط، وتتبنى العديد من المشاريع في تركيا وفي سوريا وفي الأردن وفي لبنان، أهمها وهو المشروع الأساسي الذي تنشط به الهيئة منذ 3 سنوات إلى الآن، طباعة المنهاج السوري المنقح وتوزيعه على المدارس السورية والطلاب السوريين في تركيا وفي الداخل. ولأن ملايين الأطفال السوريين الذين لم يستطيعوا ارتياد المدارس والمراكز التعليمية لأسباب مختلفة أبرزها الوضع الاقتصادي، أنشأت الهيئة قسماً خاصاً بفاقدي التعليم مهمته الأساسية إعادة دمج الأطفال ممن لم يتلقوا تعليمهم في المدارس ومواكبة السنوات التي فاتتهم. مشروع فاقدي التعليم هو مشروع قامت به الهيئة السورية للتربية والتعليم في اسطنبول، كانت تجربة ناجحة، والآن هذه التجربة نعمل عليها في مدينة غازي عنتاب بجمع الطلاب السوريين فاقدي التعليم الذين لم تتح لهم الفرصة في الدخول إلى المدرسة السورية بسبب بعد المكان أولا، أو بسبب مجيئهم من سوريا بفترة قريبة. يحاول العديد من السوريين منذ بداية الثورة السير بخط متوازن مع ثورة الحرية التي يسطرها السوريون بدمائهم كل يوم، ليكون التعليم ذروة هذه الثورة فبه تنهض الأمم.